قال القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابي عبد الحكيم بالحاج أن قرار أمر القبض على من النيابة العامة لا يعد سوى مكيدة وتصفية للحسابات. بالحاج وخلال مداخلة هاتفية على قناته النباء الداعمة للإرهاب أضاف أن القرار يقلل من عمل المؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن هذا الابتزاز قد يعقد المشهد في طرابلس. أولا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكائد وتصفية الحسابات يعني ليس مجالها المكيدة والافتراء على الناس وتشويهها بهذه الصورة المزرية، والتي تستنقص من هيبة مؤسساتنا العدلية والقضائية، مع احترامي إلى لمؤسساتنا ولقضائنا، لكنني أرضى بهم أن يقعوا في مثل هذه الابتزازات أو يرضخوا مثل هذه الضغوط. أعتقد أن الظرف الزماني وكذلك الحالة التي تعيشها العاصمة في غنى عن إثارة مثل هذه المشاكل ومحاولة إرباك المشهد أكثر مما هو عليه. أن نذكر بأن إشعال فتيل الحرب في طرابلس سوف يحرق تونس وكذلك سوف يمتد إلى الجزائر. احنا نحكي على حاجات ماهيش ادعاءات، لأنه هناك وثيقة من وزارة الداخلية التونسية تقول انك انت دخلت خلصة للتراب التونسي، طيب، وانك تحضر الى اعمال ارهابية في تونس. الاسم الذي تكرر استعماله وانه المجموعات هذه اللي خرجت من تونس استقبلهم السيد عبد الحكيم بالحاج في ليبيا. في ليبيا. والاستقبال لغايه ماذا؟ الاستقبال لتسفيرهم الى سوريا.